مشاهدينا، اليوم هو آخر نهار إلي بالـ LBCI. 31 سنة بهالمؤسسة، تعلمت كتير وتعبت كتير، انبسطت وزعلت. 31 سنة عملت فيهم مسيرة صحفية بعتز فيها، وحاولت أنه حافظ على المصداقية والموضوعية، وبعتقد نجحت. 31 سنة وأنتوا المشاهدين رافقتوني بدعمكم، بمحبتكم، بعاطفتكم، وهالأمر كتير ساعدني وعطاني القوة لواصل طريقي، فبشكركم من كل قلبي. بشكر كمان عائلتي الكبيرة بالLBCI، الجميع من دون استثناء، وخاصة الشيخ بيير الظاهر يلي وضع ثقته فيي وترك لي دايما أبواب الLBC مفتوحة. بدي أشكر عائلتي الصغيرة كمان يلي تعبت وضحت معي. بعد 31 سنة أخذت قرار المغادرة، قرار منه سهل أبدا، ولكن الظروف المعيشية والاقتصادية يلي عم نعاني منها جميعا هي يلي فرضت هيك قرار علي وعلى غيري. تجربة جديدة رح خوضها بمجال الصحافة، وبتمنى أنه أنجح، خاصة أنه الصعوبات موجودة، وأولا هي البعد عن لبنان والعائلة، وما بعرف إذا رح أقدر أتحمل هالشي. بكل الحالات أنا مش مهاجر، وأنا مش فالل بلا عودة، ولهيك بقلكم إلى اللقاء، وبحبكم كلكم. إلى اللقاء.